موعد الاعتدال الربيعي يصادف اليوم في تمام الساعة 7:14 صباحا بتوقيت المملكة الشتوي، ذلك ما أظهرته حسابات فلكية. حسابات أعلن في خضمها إذن عن بدء فصل الربيع فلكيا، والذي يتساوى فيه الليل والنهار على سطح الكرة الأرضية، وينتهي فصل الشتاء الذي استمر نحو 89 يوما. تساوى الليل والنهار، بعد هاي الفترة بتصير الشمس تميل للشمال، شمال خط الاستواء، فمنلاحظ انه بيبدأ النهار يطول شيئا فشيئا، والنهار والليل يقصر، حتى يوم 21/6 ان شاء الله القادم بتكون الليل اقصر ما يمكن والنهار اطول ما يمكن فيما يعرف بالانقلاب الصيفي. ومن الجدير ذكره أن أبرز المظاهر المصاحبة للاعتدال الربيعي تتمثل في سيادة الأحوال الخماسينية، علاوة على وضعية الشمس التي تصبح عامودية تماما على خط الاستواء الذي يقسم الكرة الأرضية إلى قسمين شمالي وجنوبي. يزن الرماوي لبرنامج دنيا الصحافة.